أدى رئيس أعضاء مجلس الوزراء في بداية جلسة مجلس الأمة الكويتي العادية اليوم اليمين الدستورية، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة، وانسحب عدد من النواب من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية. دعا سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي عقب انتهاء الحكومة من أداء اليمين الدستورية إلى ضرورة إيجاد وسائل وأساليب عملية واضحة لتحقيق مرحلة جديدة من التعاون الواجب والعمل المشترك المسؤول لبلوغ الطموحات وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية المعقودة على السلطتين التشريعية والتنفيذية. وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على عدد من الرسائل الواردة إلى المجلس، وضمن الرسائل التي تمت الموافقة عليها رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي يطلب فيها تمديد فترة تقديم التقرير التفصيلي عن نتائج فحص ورقابة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة من النصف الأول من عام 2017 إلى نهايته بسبب إعادة تشكيل الفريق وتطوير أعماله. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة.com.